السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم المولى يا أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا ومرحبا بكم أحمد صالح وبلقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. كثير من الأوقات نستخدم المحتوى الصوري لإيصال فكرة أو لتسويقنا لفكرة، أو ربما نبي أشرح عن جزء من هذه الصورة لجمهوري أي يكون، سواء كان التعليم أو غير التعليم. فكيف ممكن أتعامل مع الصورة ومع الشيء اللي أنا بدي أركز عليه كجزء من هذه الصورة يلي رح يكون محتوى الفكرة أساسا بيتكلم فقط عن هذا الجزء؟ هذا رح يكون محتوى اللقاء مع حضراتكم لهذا اليوم. فطبعا تكرما قبل ما نبدأ، ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو، وإذا كنت ضيف جديد على قناتنا نتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. وأيضا تكرما لا تنسوا من زيارتي ودعمي على قناة حكاية شغف، راح تشوفوا بالعلامات البيضاء أعلى الشاشة، مدري هون مدري هون، تمام، العديد من هذه الأعمال. أتشرف بزيارتكم إلى قناة حكاية شغف وتشاركوني بالرأي، تشاركوني ب يعني هذا المنتج اللي عم نقدمه على حكاية شغف. أسعد جدا جدا بإطلالتكم وزيارتكم ودعمي على الحكاية. أصدقائي رح نبدأ معنا بهذه الصورة من موقع البيكسباي، بإمكانك تستخدم أنت أي صورة حابب أنك تقدم من خلالها فكرة معينة. خلني أتوجه إلى الصورة، أنقر باليمين وبتوجه إلى نسخ الصورة، أو إذا حبيت تعمل داونلود، هذا مفتاح فري داونلود، نفس الشيء بالطريقتين يمكن إدراج هذه الصورة في شريحة مايكروسوفت باوربوينت. خلني أتوجه إلى باوربوينت وأنقر باليمين وإلى اللي أوت اللي هو التخطيط، بختار بلانك أي شريحة فارغة، وبختار كنترول زائد في لحتى نحن نقوم بلصق الصورة يلي نسخناها من الموقع مباشرة. طبعا الصورة إذا كانت هي بأحجام معينة بإمكانك تتوجه إلى قائمة البيكتشر فورمات أو تنسيق الصورة، ومن اقتصاص أو جروب بإمكانك تعمل اقتصاص بنسبة 16:9، تمام، وبنقر بأي مكان. حاليا بسحب الصورة للأعلم وبرجع بنقر وبسحب مرة تانية لحتى أنا أوسع الصورة على كامل فراغ العمل بهذا الشكل الجميل والبسيط. أنا أفترض بدي أتكلم عن جزء معين بالصورة ويلي هن الكراستين هدول للمقدمة، رح نطلعهم بشكل جميل وأركز الناظر بحيث لما يطلع تتوجه عيونه فقط على هذا الجزء من الصورة. فكيف ممكن نعمل تأثيرات بسيطة فيها انيميشن وفيها تلوين وفيها يعني فينا نقول إيضاح أكثر وبروز إلى النقطة المراد الإشارة عليها للجمهور؟ رح نشتغل على الشكل التالي، ونحن محددين على الصورة بضغط المفتاحي كنترول زائد دي لحتى أعمل إيش؟ تكرار للصورة مثل ما أنا شايفين. أسقط الصورتين فوق بعضهم البعض بالضبط، أو بالإليجان تختار سنتر وإليجان ميدل أي توسيط أفقي وعمودي. بتوجه إلى جروب، منفعل جروب مثل ما أنا شايفين، وبنكر مع السحب لحتى أنا أقص المساحات اللي أنا محتاجة وأبقي فقط على الجزء اللي أنا بدي إياه اللي هن فقط إيش؟ هدول الكراستين، تمام، بهذا الشكل بالضبط، وبنقر بأي مكان خارج الصورة بالضبط. الآن أصبح عندي جزء والصورة بالكلية بالعموم والشكلين أو الصورتين متطابقات بنسبة 100%. بنقر باليمين وبنتوجه إلى الفورمات بيكتشر وبنختار من التأثيرات ظل. شو بنختار؟ ظل، وليكن عندي هذا الظل، بعطي شوية شافية وبنزيد البلور شوي إذا حبيت أنك تزيد الحجم، تمام، شيء بسيط، تمام. وعندنا أيضا كمان موضوع البعد فيك تتحكم فيه بالطريقة يلي بتناسبك، تمام. خلي أنا أغير مسار الظل يكون عندي مثلا للأعلى عشان الحواف السفلية ما راح تبين بالظل، تمام، شافية. وبرضو عندي هون إيش؟ عندي البلور، تمام، بحيث نحن نعمل منطقة عزل مثل ما أنا شايفين بالضبط. إذا الموضوع احتكم عليك بهذا بتنسيقات الظل بإمكانك تتوجه إلى البيكتشر فورمات أيضا، وفي عندك يعني من الأنماط الجاهزة مثل ما أنا شايفين، في عندي أحد الأنماط اللي يعطيني الظل، أحد الأنماط اللي أنا بتذكر، خلني أدور عليه، هذا النمط، لاحظوا هذا النمط اللي يعطيني إيش؟ يعطيني دروب شادو مثل ما شايفين، يعطيني الظل، بجي بختاره، يعني كمان يعطيك منطقة العزل سواء كانت من خلال التأثيرات أو تختار يعني فينا نقول ستايل جاهز، فلا بأس بالموضوع. برجع بنقر على الصورة بالخلفية الكبيرة، بختار كنترول زائد دي مثل ما شايفين أعطاني صورة تانية، وبختار إليجان سنتر وإليجان ميدل عشان تكون أيضا فقط في فراغ الشريحة بالضبط. بتوجه إلى
البيكتشر فورمات وعندي كلر اللي هي الأنظمة اللونية وبختار أبيض وأسود. تمام بهذا الشكل بالضبط. الآن بعطي send to back يعني بعطي إرسال إلى الخلفية بمستوى واحد فقط لا غير. الآن صار في عندي صورة بالخلفية هي الكاملة بالألوان الطبيعية، والصورة الأمامة بأبيض وأسود، والصورة في الجزء فقط هذا الجزء بلونه أيضا الطبيعي. الآن خلني أدرج شريحة جديدة new slide وبتوجه إلى قائمة الانسيرت ومن شيبس اللي هي الأشكال. إذا حبيت أنك ترسم مستطيل يا أسهل لك فما عندك أي مشكلة، لكن رح نأخذ أداة الرسم بالشكل الحر ونرسم يعني شيء بسيط وجميل معبر عن قصاصات ورقية بأداة الرسم الحر أو الخربشة إن صح التعبير. تمام خلي يكون معنا مثلا بهذا الشكل. تمام ونقفل التحديد، نقفل التحديد بشكل كامل. أختار Ctrl زائد X وبرجع لهون وبختار Ctrl زائد V. طيب نصغر شوي، بإمكانك تعمل مد للأسفل. تمام نوسع الأسفل شوي نعرضها يعني ما في مشكلة بالموضوع، وليكن معنا مثلا بهذا الشكل. بختار من شيب فورمات يعني نو أوتلاين بدون حواف أو الخط الخارجي، وبتختار أي لون من هذه الألوان. طبعا بإمكانك من قائمة الديزاين أو التصميم نختار أحد التدرجات اللونية اللي بيقدم ليها البرنامج، وليكن عندي مثلا هذه العائلة اللونية. تمام لو رجعنا إلى الفورمات شيب إلى التعبئة بنشوف أنه في عندي عائلة لونية جميلة فيك تستخدمها، جميلة للغاية. طيب خلني أختار مثلا هذا اللون، هذا اللون. تمام لا بأس بالموضوع. الآن راح أتوجه إلى قائمة الانسيرت اللي هي الإدراج، سواء اخترت التكست بوكس أو اخترت الورد أرض هو نفس الشيء. تمام وخلني أبدأ بكتابة نص افتراضي من ذاكرة البرنامج، أستعين بالمعادلة تساوي راند وبفتح وبسكر القوس وبقله إنتر، هو راح يعطيني نصوص جاهزة. خلني أحذف الفقرات اللي أنا ماني محتاجة. تمام وابقي فقط على هذه الفقرة. خلنا نصغر شوي حجم الخط هذه هوم ونصغر حجم الخط. تمام وبصغر كمان بالمساحة عشان يكون عندي بهذا الشكل. بنكبر مرة تانية. تمام فينا نصغر يعني بحيث يكون المحتوى مناسب ضمن يعني هذا الشكل. خلني اختار لون ابيض وليكن، او اي لون ربما يكون يعني ساطع. تمام ضمن الشكل بضغط وافتح الكنترول او الشيفت وبختار كنترول زائد جي. الان بامكاني انا انقر على الشكل الخارجي واختار كنترول زائد سي وبعمل كنترول زائد في وباخذ له سولد فيل اي تعبئه خالصه وليكن معي باللون الاسود، وبعمل شويه روتيت لألم استداره بسيطه، بسحب على هذا الجانب استداره بسيطه شوي يعني. تمام وخلني اختار مثلا من الشيب فورمات نعطي سند باك جراوند ارسال الى الخلفيه، وبتوجه الى التاثيرات وعندي هون السوفت يعني الحواف الناعمه، بامكانك تعمل تدرج للحواف بطريقه جميله عشان يضح معانا وكانه ايش وكانه ظل. حتى موضوع الشفافية بإمكانك كمان تقلل شوي من سطوع اللون فبين معنا كإيش كموضوع يعني تدرج لوني. بختار كنترول زائد جي للظل مع الشكل مع النص مع بعضهم البعض، وبنختار طبعا send to back عشان يكونوا خلف الصورة الرئيسية اللي نحن مسلطين الضوء عليها. كلام جميل لحد الآن بعد ما قمنا بالتصميم بهذه العملية. خلني أحذف هاي شريحة ونبدأ في وضع الانيميشن إلى كيفية ظهور التأثيرات بالعموم. خلني أتوجه إلى قائمة الانيميشن ونفعل الجزء الخاص أو البنل الخاص في جزء الحركة. الآن رح نحدد الجزء البسيط الصغير من الصورة اللي هو الجزء المركز عليه، وبنختار له تأثير الفيد، تأثير الدخول الفيد ببساطة يعني، وبختار يكون عندي مع السابق أو خلي يكون عندي بعد السابق أو يكون عندي عند النقر، ما عندي أي مشكلة. هذا الموضوع أنت بتتحكم في موضوع الانتقالات. خلني أرجع أحدد الإطار الخاص بالدسكريبشن أو الوصف المعبر عن هذا الجزء من الصورة، وبتوجه إلى الأد إنيميشن. رح نتوجه إلى المزيد من تأثيرات الدخول، وفي تأثير اسمه البيك إن، مثل هذا هو التأثير البيك إن، تأثير الدخول بهذا الشكل، وبختار يكون عندي من اليسار عشان يخرج من خلف الجزء الخاص بالصورة المركز عليها العمل بالعموم، وأيضا بختار يكون عندي مثلا بعد السابق. أيضا الآن الصورة اللي هي بالخلفية تمام بجي بحدد عليها وبختار تأثير أيضا فيد تأثير الدخول وبخلي يكون عندي أيضا مع السابق. تمام يا أصدقائي، لأن احنا لو شغلنا العرض التقديمي رح يكون بهذا الشكل. خلنا نعيد
اضغط على سبيس لمرة واحدة. تمام، أثناء العرض راح يعني يتسلط معي الضوء على هذه أو على هذا الجزء، ويطلع معي الظل يلي نحن شفناه مثل العزل. الخلفية راح تكون بالأبيض والأسود أو راح تتلون بالأبيض والأسود، وتتحرك معي جزء خاص بالدسكريبشن أو الوصف بطريقة جدا جميلة. طبعا موضوع السرعات فيك تتحكم فيها، خلني أتعامل معه بشوية بطء عشان يكون الموضوع واضح لألكم بالعموم. تمام، وليكون 1.5 كمان، وعندي هون 1.5. والآن خلنا نشغل وملاحظة التشغيل، انت لاحظ التغيرات اللي راح تصير. تمام، بهذا الشكل. تمام، ظهر معي النص. الآن إذا حبينا نظهر هذه الخيارات، يعني عندما أنكر على أمر معين يبدأ التركيز على الصورة، ماني محتاج كل ما أشغل الشريحة. تمام، يعني أنا محتاج لما تشتغل معي الشريحة تكون الصورة على طبيعتها. لما بدي أبدأ باستعراض الشرح واستعراض الجزء المخصص لعرض الصورة أو الجزء من الصورة، أنكر على مفتاح. خليني أتوجه إلى Insert ونختار أي مفتاح، يعني سواء كان أيقونة سواء كان يعني أي شكل. خليني أختار هذا الشكل معنا مثلا. تمام تمام، وفي أكتب يعني أي تكست موجود، فخلني أتوجه وبختار أول شيء أحد الأنماط اللونية ويكون عندي هذا النمط. تمام، ويعني منصغر الحواف إلى هذا الشكل، وبتوجه إلى Insert مرة تانية وبتختار Text Books أو Word Art يلي أنت محتاجه، ما عندك مشكلة بالموضوع. تمام، خلني أنا ألونه بلون أبيض ونصغر حجم الخط شوي. تمام، هون بتكتب يعني أنكر هنا للبدء أو ما شابه ذلك. خلني أحدد وبختار Ctrl زائد G. كلام جميل للغاية. أنا محتاج كل هذه التأثيرات تبدأ عندما أنكر على هذا المفتاح، فلهيك أنا بحدد الكل، يعني بضغط على الأولى مع مفتاح الشيفت على الأخيرة، وبجي إلى قائمة الانيميشن وإلى التايجر هي التأثير أو الحدث يبدأ كليك عندما أنكر على. أنكر على إيش؟ فنحن لازم نعرف شو المسمى اللي أخذناه لهذا الجروب، فلهيك تتوجه إلى الشيب فورمات وعندك سيليكشن بان. تمام، هذا الجروب كوني اسمه جروب 16، فبنسميه مثلا كليك أو النقر. تمام، أو اضغط على تسمي التسمية اللي أنت محتاجة، ما عندك أي مشكلة فيها، المهم أنك تعرفه. بنرجع مرة تانية إلى قائمة الانيميشن، هذه هي قائمة الانيميشن. تمام، برجع بحدد كل التأثيرات الموجودة يلي أنا محتاج إنها تبدأ بالحركة عندما أنقر على هذا المفتاح، وبتوجه إلى الانيميشن وبنختار الحدث وبنختار إيش؟ النقر، يعني على الجروب المستطيل اللي رسمناه مع النص عندما أنقر عليه يبدأ بالحركة. تمام، فالآن إحنا لو شغلنا راح نشوف الموضوع معانا بهذه الجمالية، ما راح يكون في عندك أي شيء. لما راح تبدأ بالنقر لاستعراض جزء معين من الصورة وتشرح عن هذا الجزء، تنقر لي مرة واحدة، راح يبدأ التلوين وظهور النص وتلوين الخلفية بالأبيض والأسود واستعراض الصورة بطريقة احترافية وجميلة، والجزء المراد التركيز عليه راح يبان بطريقة جدا احترافية. هذا محور لقائي كان مع حضراتكم اليوم. أتمنى يا رب إن شاء الله هذه الإمكانات والأفكار تساهم معاكم في تعزيز المحتوى الإبداعي والاحترافي لحتى تطلعوا لنا أشياء تليق بكم بداية وتليق بالجمهور المستهدف. ألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.